أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور متواصل وتعاون مستمر في المجالات كافة. وأكد المسلم في تصريح خاص لمركز الأخبار حرص مجلس النواب على مواصلة التعاون البرلماني والعمل الثنائي مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين. يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم باسم مجلس نواب بمملكة البحرين بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى معالي الأخ الفاضل صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مؤكدا المضي قدما في مسيرة التعاون المثمر والتنسيق المتواصل من أجل خدمة الوطن والمواطنين في البلدين الشقيقين. إن اليوم الوطني الإماراتي محطة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومثال رائد في تعميق معاني ومفاهيم الاتحاد والوحدة، وهي الرؤية الحكيمة التي أسس نهجها المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وإن ما تشهده دولة الإمارات اليوم من تطور وتقدم شامل ومتكامل في كافة المسارات التنموية وما حققته من إنجازات حضارية ومكتسبات متعددة ورؤية واضحة نحو المستقبل الزاهر يشكل قصة نجاح إماراتية متميزة تستحق أن تكون نموذجا بارزا في نهضة الدول ونمائها. معربا عن بالغ التقدير والامتنان للجهود الإماراتية الفاعلة خليجيا وأقليميا ودوليا وإنسانيا ودورها الاستراتيجي في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم ومبادئ السلام ومبادرتها التنموية والإنسانية لصالح دول وشعوب العالم.